ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للفن المعاصر، نظمت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية حفل افتتاح معرض الفن القطري المعاصر الذي يأتي تدعيما لأواصر التعاون الخليجي وتعزيزا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون بين البلدين. وأكد رئيس الجمعية عبد الرسول سلمان أن الفن التشكيلي أحد أهم روافد الثقافة لما يحمله من إشعاع للإحساس الجمالي والتعبير عن القيم الأصيلة ذات الأبعاد الإنسانية. وذكر سلمان أن المعرض يقدم عددا من الأساليب والاتجاهات التي يتعامل معها الفنانون المشاركون بصدق وتلقائية. دوحة مثل بقية الدول الخليجية ما كان في ذيك الفترة جمهور يحضر المعارض، وحتى ما في قاعات عرض في تلك الفترة. فمن المميزات اللي يتميز فيه الفن القطري أن الثلاثة اللي ذكرتهم قبل شوي كانوا يقيمون معارض في الهواء الطلق، وهذه من الحقيقة ميزة. فنزلوا إلى الجمهور وأقاموا معارض في الهواء الطلق، وهذه ميزة تنفرد فيها الحركة التشكيلية لدولة قطر. إقرار النظام الأساسي ضمن فعاليات جائزة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله.